Got one. في إطار مقاربة الرقمنة وإضفاء الشفافية والتقليل من الحواجز البيروقراطية والإدارية، تم إمضاء اليوم على اتفاقية اللي أشرف عليها وزارتي النقل والتجارة من أجل تسهيل الإجراءات وبعث عملية التصدير والتقليل قلت من العمليات الإدارية والبيروقراطية. اليوم تم الاتفاق مع زملائنا من وزارة النقل على أنه يكون فيه التبادل أو دفع هذه التكاليف يكون مباشرة بين وزارة التجارة والمؤسسات الخاصة بالنقل سواء كانت بحرية أو جوية، والتسهيل على المتعامل الاقتصادي على أنه تكون عنده يعني ديريكتومون يعني علاقة مع وزارة التجارة وما يكونش عنده هذه الإجراءات الإدارية والبيروقراطية. إذن احنا شاكرين لوزارة النقل على يعني اندماجهم وانخراطهم في هذه العملية، وكذلك ننتظر من أن هذه العملية تكون إن شاء الله يعني سابقة خير على أنها تسهل الإجراءات، ومن خلال تسهيل الإجراءات هي الدفع يعني بنسبة وحجم الصادرات خارج المحروقات إلى أعلى درجة حتى تبلغ الأهداف المسطرة من طرف السيد رئيس الجمهورية.